ارحب بالكاتب الصحفي الاستاذ خالد محمود متخصص في الشان الليبي. استاذ خالد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وعلى بلدنا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. استاذ خالد، في نقطتين عايز اناقش حضرتك فيهم وتقول لي رايك ايه فيهم. اولا بعد 3 أيام من اللقاءات الداخليه هنا في القاهره حول المسار السياسي والدستوري الليبي، ثانيا عن تسريبات ايميلات هيلاري كلينتون الخاصه بليبيا. وخلينا اقول لحضرتك انه اللي اتقال في التسريبات حصل، احصل حصل كتير، حصل كتير الى ان قالت ما قالت لي ليبيا الآن الوضع في ليبيا كما كانوا يريدون تماما، يعني نفذوا اللي كان موجود في التسريبات اتنفذت بالضبط. خلينا نبدأ من ليبيا والجهود المصرية الخاصة بالشأن الليبي، ودائما أبدا الحديث في القاهرة عن أنه الحل يكون ليبي ليبي. شكرا لحضرتك. بعتقد أنه رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة وجه رسالة مهمة، وايضا السيد سامح شكري وزير الخارجيه وجه ايضا رساله اخرى لا تقل اهميه عن رساله الرئيس. باختصار شديد، رغم كل المساعي الحميده التي تبذلها مصر والامم المتحده التي استفاق ضميرها مؤخرا عبر بعثتها في ليبيا لاتجاه حل الازمه. صوتك بيبعد. نعم. صوت حضرتك بيبعد. كده احسن يا فندم؟ تمام، اتفضل يا فندم. بعتقد انه يعني في تخوف مصري من تدخل تركي محتمل على الخط لافشال كل المساعي الاقليميه والدوليه لحل الازمه الليبيه بما في ذلك الجهود المصريه. طبعا اردوغان ليس سعيدا، وده وارد طبعا طبعا، باستضافه نعم. مصر لكثير من المحادثات سواء التي تجري على قاعده ايجاد دستور جديد لليبيا او الجانب الامني والعسكري. السيد سامح شكري كان عنده تحذير من اطراف اقليميه وتدخلها لافساد المشهد. اعتقد انه كان بيشير بشكل رئيسي الى تركيا وايضا الى قطر. كل المحادثات التي تجري سواء في مصر او التي ستجري لاحقا في تونس نعم. تستهدف بالتاكيد حل الازمه، لكن انا بظن انه المسار العسكري هو الاهم فيما يجري، بمعنى انه اذا لم تنسحب تركيا واذا لم يتم اخراج المرتزقه الموالين لها الذين جلبتهم للقتال الى جانب صفوف حكومه اللاوسة في طرابلس وتفكيك الميليشيات المسلحه، يصعب ايجاد ارضيه لاي محادثات سلام في ليبيا. لكن يعني سؤال حضرتك الاخر المتعلق بتسريبات هيلاري كلينتون، انا بعتقد انه حجم عفوا هرجع للاجابه الاولانيه للسؤال الاول استاذ خالد. يعني بعد التسريبات، رغبه انه الموقف كان واضح جدا المؤامره على ليبيا، ولغايه دلوقتي الشعب الليبي شعب غير مستقر، خلينا نقول يعني بالشكل ده، يعني ما أنش الأوان بعد التسريبات والمخطط اللي كان مرسوم لليبيا وتم تنفيذه أنه الشعب الليبي يبدأ يفوق بقى ويبقى بالفعل حريص على دولته وعلى بلده، وأنه ده يسرع من مسألة أنه يبقى في حل ليبي ليبي؟ يعني في ساعات كده أوراق بتظهر لك دي ممكن تخدم على القضية مش تضرها. أنا طبعًا. بعتقد إن إيميلات هيلاري كلينتون تخدم على القضية الخاصة طبعًا. بليبيا. طبعًا، علشان كده كان تدمير الجيش الليبي كان هدف استراتيجي لحلف الناتو اللي قادته تركيا بعد أمريكا بإسقاط النظام السابق. كان سريع، كانت خطوات سريعة. طبعًا، وتم تدمير الجيش ولاحقًا يعني حملة اغتيالات مارستها الميليشيات المسلحة ضد قادته العسكريين وأيضًا رجال الشرطة. نعم. وكانت يعني شبه مذبحة لولا إنه ربنا قيد لليبيا المشير خليفة حفتر بيطلق عملية الكرامة عام 2014
كانت بنغازي زمانها إمارة إسلامية لا قدر الله، يعني هم كانوا في طريقهم لإعلان أكثر من إمارة إسلامية في شرق البلاد. وبالطبع لم يكن الغرب بعيدا عن ذلك، لأنه الميليشيات التي في الغرب متواطئة مع الإخوان المسلمين ومتواطئة مع تركيا وقطر، وكانت تدعم الميليشيات والإرهابيين الذين يقاتلون الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد. زي ما قلت لحضرتك، يعني حجم التدخل الأجنبي في ليبيا يعني أكثر بكثير مما تقوله هيلاري كلينتون. وأنا أتذكر هنا حديث لراحل العظيم سيادة اللواء عمر سليمان رحمة الله عليه، كان بيقول إنه يعني مصر رفضت من 2007 محاولات أمريكية لحجز ما يسمى بال يعني حراك يؤدي الى خروج المواطنين في اكثر من دوله عربيه، وده المشهد اللي لاحقا شهدناه في تونس ثم انتقل الى ليبيا ومنها الى مصر. ودي مش مصادفه ان الدول الثلاثه دول متجاوره، يعني لا خالص يعني مش صدفه، لانه الادوات واحده. ايوه والعامل المشترك الاعظم فيها هما جماعه اللا اخوان اللا مسلمين، بجانب الخونة اللي أيضا جماعات كتيرة وناس كتيرة فجأة ظهرت في المشهد، كنا كلنا بنقول مين دول؟ إيه 6 إبريل وإيه 7؟ حاجات كتيرة قوي. أنا بسميهم أولاد بيها. أنا بسميهم سامحيني أولاد المتضايقة، دول الطابور الخامس في عالمنا. أيوة العربي بالزبط. دول الطابور الخامس يعني. على فكرة أنا لما كنت بخاطب الشعب الليبي أستاذ خالد، أنا أيضا لازم أخاطب الشعب المصري. احنا طبعاً. بعد التسريبات دي لازم كل مصري عفوا يقراها ويعرف ايه اللي كان حاصل ولازم نركز بقى في بلدنا قوي.